بسم الله الرحمن الرحيم. المرة دي بقى عايزين نتكلم عن لينكدين الاوتو بايلوت، برضه نكمل فيه ان احنا لو عايزين بقى نتحكم في الالتيتيود. اول حاجة قبل ما نتكلم في الالتيتيود عايز اتكلم في البوزيتيف فيدباك والنيجاتيف فيدباك. كل اللي اتاخد من سنة تانية وتالتة ورابعة التلت الترم الأول كله كان بيتكلم عن النيجاتيف فيدباك. ازاي اعرف الأول السيستم نيجاتيف فيدباك ولا بوزيتيف فيدباك، وايه اللي بعمله لو نيجاتيف فيدباك وايه اللي بعمله لو بوزيتيف فيدباك. لو انا جيت عندي هنا سيستم، حطيت هنا الكي وهنا مثلا معادلة الايركرافت، بس فسيستم زي ده كنا بنقول عليه نيجاتيف فيدباك ليه او بوزيتيف فيدباك. مش مجرد ان انت تبص هنا ان دي بوزيتيف نيجاتيف يبقى ده اسمه نيجاتيف فيدباك، لا، لازم انت تبص على القيم اللي هنا. يعني لو انا عندي الكي مثلا هنا بخمسة ومعادلة الايركرافت مثلا بعشرة على اس بلس اتنين، اروح ماسك السيستم ده من اول هنا كده وامشي لغاية هنا كده، اشوف السيجنال اللي هنا اللي بتاع الاشاره اللي هنا بكام. هنا اشارتها بوزيتيف، هنا بوزيتيف، وهنا نيجاتيف، يبقى ده اسمه نيجاتيف فيدباك، تمام. لكن لو سيستم عامل زي كده مثلا نيجاتيف خمسة وهنا مثلا خمسة على اس بلس اتنين، فالسيستم ده هنا نيجاتيف، هنا بوزيتيف، هنا نيجاتيف، يبقى نيجاتيف في نيجاتيف في بوزيتيف، يبقى ده اسمه بوزيتيف فيدباك. حتى لو هنا كان نيجاتيف، وحتى لو اشاره الكيب نيجاتيف، المهم ان التوتال اشاره تبقى عامله ازاي. طب سيستم زي ده مثلا لو انا حطيت هنا الاس بخمسة وليت اصلا بناقص عشرة على اس بلس اتنين مثلا اي حاجه، هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، كده السيستم ده اشارته ايه؟ ده بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف، يبقى السيستم ده بوزيتيف توتال بوزيتيف، نيجاتيف في نيجاتيف بوزيتيف، يبقى السيستم ده بوزيتيف فيدباك، تمام. يبقى اشاره السيستم سواء هو نيجاتيف فيدباك او بوزيتيف فيدباك ما بتعتمدش على دي ولا دي ولا دي، بتعتمد على التوتال ساين بتاعه اللوب كلها من اول اللوب لغايه اخر اللوب. طيب ايه الفرق؟ من خصائص النيجاتيف فيدباك ان احنا كنا مثلا لما كنا بنرسم اي روت لوكس اي حاجه، كنا بنيجي نقول ان يكون على يمينه عدد فردي، فهنا مثلا عدد فردي، هنا زوجي، هنا عدد فردي، فكنا بن سيستم زي ده مثلا هنا كده فيه وهنا ما فيش، وهنا كده ده 1 2 3 4 5 هنا فيه. فالسيستم زي ده عشان نرسمه ممكن يبقى عامل ازاي؟ ده اصلا هنا عدد الزيروز اكتر من البولز، فما ينفعش نحط مثلا كمان 2 بولز هنا كده، ماشي. سيستم زي ده لما كنا نيجي نرسم الروت لوكس بتاعه كنا بنقول هنا بوزيتيف وهنا هنا بوزيتيف، وهنا هنا عدد فردي وهنا عدد فردي، فخلاص دول هيروحوا كده ويرجعوا، ودول هيجوا كده ويرجعوا، بس تمام. كنا بنقول على يمينه عدد فردي، ده كان جاي من ان لما كنا بنرسم اللي هي واحد بلس كي جي الكي في الجي دي اللي هو بتاع المقام، كنا بنيجي نحسب الإشارة بتاعته كنا بنلاقيها بنيجاتيف. فكل ما بنيجي نحسب الزاوية لو نفتكر كنا بنلاقي ان الزاوية بتاعته تبقى الماجنتيود بواحد والزاوية بمية وتمانين درجة. فالزاوية 180 درجة دي كانت بتحقق لما يكون العدد على يمينه عدد فردي. لكن لو احنا بقى بنتكلم في ان احنا في نيجاتيف فيدباك، فهيبقى في المقام واحد ناقص كي في الجي، مش واحد زائد كي جي. ففي الحالة ديت بيبقى على يمينه بيبقى الابسولوت فاليو بوزيتيف والزاوية بتلتمية وستين درجة او صفر، تمام. ففي الحالة ديت كان بيبقى السيستم بتاعنا على يمينه عدد زوجي مش على يمينه عدد فردي، تمام. هنقولها تاني ان احنا مثلا كنا بنقول لما يبقى عندنا هنا سيستم مثلا كي وهنا جي، كنا بنقول ان الكلوز دول بتاع ده بتبقى كي جي على واحد بلس كي جي. فكنا بنيجي في المقام نقول ان المقام ده 1 زائد كي جي بتساوي 0،
في الكاركترستيك كوشن بتاعته، فكنا بنقول ان الكي جي بتساوي نيجاتيف واحد، فكنا بقى بنقول ان ال ان الكي جي كابسوليوت فاليو بتساوي واحد، والكي جي كانجل كانت بتساوي 180 درجة. 180 درجة دي كانت بتتحقق لما يكون على يمينه عدد فردي، ان ده مثلا كده وده كده وده كده وده كده. فكنا بنقول ايه، ناخد الزاوية بتاعت دي، فنلاقي ان الزاوية هنا بصفر، والزاوية هنا بصفر، والزاوية هنا بصفر، والزاوية هنا بنيجاتيف 180. فكده يبقى التوتال، الانجل بتاعتنا التوتال ب 180 او نيجاتيف 180. فكنا بنقول ان ده روت لقاي يقع هنا. ولكن في الحالة التانية بقى، ان لو هنا كي جي، وده بقى كان بوزيتيف فيدباك، يعني مثلا هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف، فكانت المعادلة بتاعته بتبقى نيجاتيف كي جي على واحد ناقص كي جي، تمام. ففي الحالة ديت الكي جي كان بيبقى بيساوي واحد كاركترستيك كوشن بتاعة المقام، فكا absolute value هتساوي واحد، وكأنجل هتساوي 0 و 360 درجة، فيبقى على يمينه عدد زوجي من هنا كده، من هنا كده ده 360، ده 180، وده 180، يبقى 360، وديت صفر، يبقى كده 360 درجة، فكان على يمينه يبقى عدد زوجي، تمام. فإيه اللي هيحصل لو أنا جيت برسم مثلا أي سيستم، سيستم مثلا عامل كده، تمام. فسيستم زي ده لو جيت انا برسمه كالكي بنيجاتيف فيدباك، او مش الكي بقى، يبقى السيستم كتقوله نيجاتيف فيدباك، كان كنت برسمه كده على يمين وعدد فردي، هنا مفيش، هنا فيه، يبقى ده هينزل كده ويروح كده، تمام. لكن لو السيستم ده برسمه ان هو بوزيتيف فيدباك، كنا بنقول بقى ان على يمينه عدد زوجي، فهنا كده على يمينه صفر او عدد زوجي، فشغل الفيدا يطلع كده بس. فده الروت لوكس بتاع البوزيتيف فيدباك، لكن ده الروت لوكس بتاع النيجاتيف فيدباك. ف دي كده كمقدمة بس، هنستخدمها كتير واحنا شغالين. نرجع بقى ان احنا كنا بنقول عايزين نتحكم في الاتش. عشان نتحكم في الاتش، ابسط حاجة على طول كده اروح قايل اتش على دلتا اليفيتور، واقوم حاطط هنا كده بي اي دي، خلاص كده خلصنا. لا بقى نعمل انر لوب ولا ابتر لوب ولا اي حاجة. بس لما جم يعملوا كده اكتشفوا ان في عندهم مشكلة، ان اتش على دلتا اليفيتور ده لما باجي ارسمه بيبقى مثلا حاجة عاملة زي كده، تمام. لو انت شغال بوزيتيف فيدباك او شغال نيجاتيف فيدباك، لو انت شغال بوزيتيف فيدباك فتلاقي ده ايه، يبقى على يمين وعدد زوجي، فتلاقي البولز دي راحت عاملة كده، ده راح راجع كده، وده راح نازلين كده مثلا يعني. او نقول مثلا نحط هنا ايه، نحط هنا كده بول وهنا بول. هنا كده على يمينه لو حطنا الشكل ده، فهنا كده في البوزيتيف على يمينه عدد زوجي، فهيبقى هنا نروح طالعين كده وراح نرجعين كده، نحسبها نرسمها من تاني، نرسمها من تاني. سيستم زي ده لو انا جاي بقول ارسمه كبوزيتيف فيدباك وارسمه كنيجاتيف فيدباك، ماشي. هنيجي في البوزيتيف فيدباك، هنقول احنا عايزين على يمينه عدد زوجي او صفر، فده هنا ايه مفيش على يمينه حاجة، فهيبقى شغال معانا. لكن ده مفيش فيه، هنا كده على يمينه عدد زوجي، فده هيروح لده هنا، وده هيجي كده كده يروح يرجعه كده. طيب لو نيجاتيف فيدباك، نيجاتيف فيدباك يبقى على يمينه عدد فردي، فده يبقى شغال معانا، وده مش شغال وده شغال، فدول هيعملوا كده كده، ودين يروحوا هنا، وده هيروح كده. السيستم ده unstable، لأن أي قيمة للكي بصدر، أي قيمة للكي هتخليه يروح لل unstable، والسيستم ده أي قيمة للكي برضه هتخليه يروح لل unstable. هو دي الحالة بتاعة ال H على دلتا elevator،
ان الترانس ان الروت لوكس بتاعها حاجه شبه كده. اي قيمه للكي بوزيتيف او نيجاتيف بتخلي السيستم انستيبل، فان انت تتحكم في الاتش مباشره ما بينفعش. طيب كفيزيكال مينينج ده ليه بيحصل؟ لان اتش على دلتا اليفيتور السيستم اصلا لما بيحصل له ديستربنس في الاتش، يعني لو مثلا لو الطياره طايره على اتش بتساوي مثلا 10 متر، بعدين جه حصل لها ديستربنس وبقت ماشيه على اتش بتساوي مثلا 12 متر، هل في اي حاجه فيزيكال في السيستم تخليه فيزيكالي في السيستم تخليه ان هو بعد ما كان ماشي على 10 يطلع لل 12 يروح راجع تاني لل 10؟ مفيش حاجه. تمام، مفيش حاجة في السيستم كفيزيكس تخليه يعمل حاجة زي كده، ان هو ايه يطلع ويرجع لنفس القيمة اللي هو كان عليها تاني نتيجة ان في ديستربنس طلعه لفوق. تمام، مفيش حاجة في السيستم تخليه يعمل حاجة زي كده. ولكن حاجة زي السيتا مثلا، ان الطيارة لو هي ماشية وبعدين حصل لها ديستربنس في السيتا عندها قابلية ان هي ترجع وترجع تاني فتتحرك حاجة شكلها كده في السيتا، فالسيستم نفسه عنده قابلية ان هو لو ماشي وحصل له ديستربنس في السيتا يرجع تاني، لكن السيستم ما عندوش قابلية فيزيكالي ان هو لو ماشي على اتش وطلع لاتش تانية ان هو يرجع للاتش دي، لا هيفضل مكمل على دي، ما عندوش القابلية انه يرجع دي. ففيزيكالي السيستم اصلا unstable او critically stable في حالة الاتش، هو فعلا لو رسمنا الروت لوكس بتاعه هنلاقيها critically stable، ان هو كريتيكال ستيبل ان هو شبه حالة الكورة، ان انت لو اديته ديستربنس هيروح لمكان تاني ويقف فيه لكن مش هيرجع. لكن لو جيت ارسم الروت لوكس بتاع السيتا مثلا او السيتا دوت الاقي فيه بولز بالشكل ده، السيستم نفسه بيميل ان هو لو حصل له ديستربنس هيرجع تاني يفضل يتدحرج كده فعلا، دي تتخيل يتدحرج لغاية ما يوصل ويقف، هو ايه يبقى دامبت فريكونسي، لكن هنا مش هيوصل للقيمة بتاعة الصفر تاني. طيب وبناء عليه قال لك خلاص عشان اتحكم في الاتش هنتحكم الاول في السيتا. تمام، لو جيت تتحكم في السيتا كبيور بس كده لوحدها، سيتا على دلتا اليفيتور بكي، هتلاقي نفس المشكلة بتحصل، نفس المشكلة ان في بولز برضو هنا عند الاوريجن بيخلي السيستم يبقى ايه كريتيكال ستيبل. وده فعلا بيحصل، ان انت لو جبت الطيارة كده وهي طايرة وبعدين قعدت تتحكم فيها بالكي بس، الكي ان انت لو الطياره ماشيه كده وبعدين بدات بتقل فانت هتبدا تقلل في الكي بتاعك هنا كده وهي عند هنا كده، انت هتديها قيمه للاليفيتور انه يرجعها للصفر ولا مش هتديها؟ هتديها، فاول ما هي تيجي للصفر عمرها ما هتقف عنده، هتروح مكمله. طب هي لما توصل هنا تبدا انت تديها قيمه تعاكس فهي مكمله علشان تبدا ترجع. تمام، فيرجع وهكذا. فالسيستم في حالة ال السيتا على دلتا اليفيتور لو انت استخدمت معاه بي بس ما بيرجعش للزيرو كويس، ممكن يفضل يتريت حوالين الزيرو ده، لان يعني انت دايما بتدي له قيمة. لكن لو انت استخدمت مثلا مع السيتا على دلتا اليفيتور حاجة مثلا زي البي دي، فهو هيلاقي ان السيستم ايه اول ما يبدأ هنا يجي هنا فالبي لوحدها بتقول له اه ادي له ده هو لسه فيه ايرور عاوز صغير، لكن الدي بتقول له لا ما تديلوش ده هو بدأ ايه يقرب. تمام، ففي الحالة ديت لو انت استخدمت بي دي ممكن يبدأ السيستم ايه يستابلايز معاك، لكن لو بتدي له بي بس مش هيستابلايز بسرعة. تمام، فعشان كده ايه قلنا عشان نستخدم الاتش هنتحكم في السيتا الاول، وعشان نتحكم في السيتا الاول يا تعمل بي اي دي يا تعمل بي بلس ان انت تتحكم في السيتا دوت كمان. وعشان كده قلنا ايه هنعمل بقى اللي هو الديسبليسمنت اوتو بايلوت، ونعمل في الانر لوب والاوتر لوب عشان نعمل استابيليتي اوجمنتيشن سيستم، بنظبط الاستابيليتي بتاعت السيستم اللي هي مش نافعه اصلا كاوب اللوب ان هو يوصل للصفر، فاحنا عايزين نظبطها له ان هو ايه يرجع للصفر. ماشي، نعمل بقى الكلام ده ازاي؟ ماشي، جينا قلنا احنا هنتكلم في لما قلنا نعمل مثلا سيتا على دلتا اليفيتور، قلنا الاول هنتحكم في السيتا دوت، السيتا دوت ديت ممكن ناخدها هنا كده نحط لها هنا كده كي كنترولر، سواء حطيت الكي هنا او هنا شغال نقدر نشتغل، ولكن طبعا ان وجود الكي تحت دي ليها ميزات خير ان انت تحط الكي هنا نتكلم فيها في مرة تانية.
ولكن لو قلنا مثلا سيتا دوت على الاليفيتور وحطينا الكي هنا، فيبقى عندي هنا كده ايه سيتا دوت ريكوايرد، وفي هنا سيتا دوت، ويطلع لي سيتا دوت، ويبقى دي اسمها الانر لوب. طيب لما اجي بقى للاوتر لوب، خلونا نلف ال